ألاقي النهاردة خبر أراه خبرا مبشرا، مكون محلي 60% في إيه؟ في عربية كهرباء صناعة مصرية. لا الكلام ده لازم نفهمه. تعالى ناخد معانا على التليفون دكتور محمد الغمري، عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم، إزي حضرتك؟ إزي الصحة؟ الحمد لله، والله تمام، كله تمام. أنا مهم عندي أفهم القصة دي يا دكتور. الحقيقة زي ما حضرتك ذكرت، السيارات هي مش بس اهتمام الأشخاص ولكن كمان اهتمام الدول. حلو. طبعا احنا شايفين مصر النهاردة تعاني من عدم الاتزان بين الاستيراد وبين التصدير. لو حضرتك تعرف ان السيارات هي اكبر سابع سلعة مصر تستوردها، وبالتالي اذا قدرنا نقلل من حجم الاستيراد في هذه السلعة فاحنا بنعدل الميزان التجاري ونرفع الاقتصاد القومي على مستوى الدولة وعلى مستوى الاشخاص. زي ما حضرتك ذكرت، السيارات الكهربية النهاردة بقى استخدامها للشخص موفرة عن استخدام العربيات البنزين بنسبة 70%. حلو قوي. نفس المشوار اللي حضرتك هتمشيه بالعربية البنزين لو قطعت 100 كيلو هياخدوا منك حوالي 7 لتر بنزين متوسط 10 جنيه يعني 70 جنيه. نفس المشوار اللي قطعته بعربية كهرباء هتستهلك كهرباء ب 25 جنيه. جميل. فهي حقيقة منافعها يعني جامة سواء للدولة أو للأشخاص. حلو. من هنا كان الرؤية إن احنا ليه دايما بنفكر نستورد السيارات اذا كانت التكنولوجيا بالفعل معروفه ومصر لها باع الى حد ما في صناعه القطع المغذيه للسيارات. ينقص عندنا ان احنا يبقى عندنا البراند بتاعنا او الديزاين بتاعنا. وده الحقيقه اللي احنا عملناه بدعم من اكاديميه البحث العلمي. قمنا بتصنيع سياره الهدف منها انها تكون ملبيه لاحتياجات معظم الشعب المصري. حلو. ولما بقول معظم الشعب المصري، احصائيات الدوله بتقول ايه حضرتك؟ بتقول ان مصر فيها تقريبا 5.5 مليون سياره، 6% منهم سيارات اجره، 94% منهم سيارات ملاكي. ما يزيد عن 80% من هذه السيارات لا تخرج خارج المدينه. معنى كده ايه؟ معنى كده اللي عاوز عربيه يقدر يسافر بيها مشوار كبير دول 20% من الشعب صح. المصري اللي عندهم عربيات. صح. وبينما ال 80% دول بيشتروا عربيه سعرها غالي ولكن بيستخدموها في استخدام مش محتاج كل هذه التكلفه الضخمه. فكان الدراسه بتقول ان احنا لو عملنا عربيه تستخدم داخل المدينه وبسعر اقتصادي ده هيلبي احتياجات جزء كبير جدا من الشعب المصري اللي هم تقريبا 80% من مستوردين السيارات في مصر. ومن هنا صممنا عربيه سرعتها 60 كيلومتر في الساعه، والهدف انها تكون سعرها اقتصادي وكمان تشغيلها اقتصادي. السؤال احنا عملناه عرضناه على معالي رئيس الوزراء من شهرين في مؤتمر الملكيه الفكريه الدوليه بحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاكاديميه البحث العلمي ورئيس المنظمه الدوليه للملكيه الفكريه. والحقيقه هو اشاد جدا بهذه السياره، واحنا على تواصل مع مكتب معالي رئيس الوزراء علشان يتم تصنيع هذه السياره بشكل اقتصادي داخل مصر وسعر يقل عن 100,000 جنيه. يقل عن ايه يا فندم؟ عن 100,000 جنيه. يعني احنا نقدر نعمل عربية كهربية في مصر للاستخدام داخل المدن بسعر اقل من 100؟ ده اللي احنا حاليا بنطمح له، وفي اجراءات يعني تنفيذية الى حد ما. نتوقع ان شاء الله ان يكون اول سياره تتباع في السوق المحلي في خلال 6 أشهر من النهارده ان شاء الله. لا ما تسيبنيش كده باذن الله، كل حاجه حلوه وان شاء الله وربنا يوفقكم. ما تسيبنيش كده يا دكتور محمد، واحده واحده، عشان اللي قلته دلوقتي ده مش مزيكا، ده كده الدنيا تمطر عليا انا ذهب. لا لشيء غير ان انا هبقى سعيد. احنا هنا بنتكلم طبقا للارقام اللي حضرتك قلتها، احنا محتاجين في مصر اذا في يوم من الايام قدرنا نستبدل 80% سيارات ركوب ملاكي للاستخدام داخل المدن حوالي 4 مليون سيارة في يوم من الأيام نتمناه قريبا إن شاء الله. حلو قوي. وإحنا بإذن الله ممكن طبقا لكلام حضرتك لو أنا فهمت صح نطلع عربية بعد 6 أشهر. صحيح. طيب نطلع عربية بعد 6 أشهر، يبقى أنا أكيد عندي دراسة جدوى طبعا،
عندي دراسة للسعر في حالة الإنتاج الكمي أو الإنتاج الاقتصادي؟ طبعا. عندي أرض متخصصة علشان أبني عليها الجمالونات والمصنع؟ تم بالفعل. الله أكبر. طيب عندي المكن؟ ده الست أشهر اللي احنا بنتكلم عليهم، إن علشان نبدأ الإنتاج محتاجين يكون خطوط الإنتاج جهزت. احنا يعني بدأنا هذه الإجراءات. المشروع دوت بيتم دعمه بشكل كامل من أكاديمية البحث العلمي ومن وزارة البحث العلمي. حلو. علشان نقول لأول مرة، مش لأول مرة طبعا، يعني الكلام ده اتحقق قبل كده، ولكن نقوله بشكل واضح، إن البحث العلمي اللي بيتصرف عليه المردود بتاعه واضح في دعم الاقتصاد القومي وإنتاج منتج يفيد الشعب ويفيد الدولة. 100%. أنا هدي حضرتك بعض أرقام بسيطة جدا بتقول إحنا فين ودول المنطقة اللي إحنا عايشين فيها فين. أرجوك. مصر في المرحلة اللي فاتت لأنها كانت بتعتمد على تجميع السيارات أكتر منه تصنيع السيارات. صح. وبقول بكلمة تجميع يعني إيه؟ يعني نجيب عربية قدرة المحرك بتاعتها أكتر من 1600 سي سي علشان ما نفتحش جمرك كبير، فنجمعها محليا، ولكن المستفيد الأكبر هو صاحب العلامة التجارية الأجنبي. مظبوط. بتبقى سعر العربية أرخص شوية ولكن السيل غالية إنها تتصدر. فكان حجم إنتاج السيارات اللي بيتم تجميعها في مصر في الملاكي لا يتعدى 50,000 عربية سنويا. في المقابل حضرتك المغرب، لأنها كانت بتعمل تصنيع داخل دولة المغرب أو المملكة المغربية، وصل في 2022 إلى 700,000 عربية. بعض الدول التانية في المنطقة وصل لمليون عربية. كلمة السر فين؟ إن هم بقى عندهم عربية بتنتج بشكل مش عايز أقول كامل، ولكن بشكل كبير داخل البلد، وبالتالي كان بينتج سيارة سعرها منافس. علشان المكون المحلي على حسب الدولة أكتر من 40%، أنا عندي 40% بس. ده كان الشروط اللي حطها الدولة علشان يتمتع بالإعفاءات الجمركية على القطع المستوردة. ولكن احنا مش هدفنا ان احنا نحصل على إعفاءات جمركية، احنا هدفنا نعمق المنتج المحلي علشان نطلع عربية رخيصة بجد. يعني النهاردة لما احنا بنقول 60%، احنا الجسم السيارة بالكامل سيتم تصنيعه في مصر. يعني هيبقى عندنا الاستنباط اللي تدخل فيها الشيت ميتال، المكبس ينزل على الشيت ميتال، يطلع رفرف، يطلع باب، يطلع سقف. حلو. ما دون ذلك، وده اللي هو ال 40% اللي حضرتك بقى احنا ما ذكرناهمش، في المرحله الاولى اللي هي عباره عن البطاريه، الموتور، الانفرتر، الشاحن، حاجه اسمها دي سي دي سي كونفرتر، دي احنا بنسميها هندسيا الباور ترين او منظومه الدفع الكهربيه. في المرحله الاولى هيتم استيراد هذه المجموعه من الخارج، ولكن على التوازي احنا شغالين بقى لنا اكثر من سنه برضه بدعم من اكاديميه البحث العلمي في مشروع بحثي علشان نصمم هذه المنظومه بالكامل المصري بما فيها البطاريات. البطاريات الحقيقه هقول لحضرتك عليها يعني في خلال لحظه، بس خليني اقول لحضرتك ان احنا بالفعل صممنا الموتور. حلو. صممنا الانفرتر اللي هو المتحكم في سرعه الموتور، صممنا جهاز تحويل الجهد المستمر، ودول جزء لا يستهان به في مجموعه الباور ترين. حلو جدا. البطاريات يمكن شغل الناس كلها لان هي سعرها غالي الى حد ما، ولكن اللي انا عايز اقول لحضرتك ان حتى الدول الاوروبيه مرسيدس وبي ام دبليو هذه البراندات الكبيره جدا، ايوه، كل البطاريه بتاعتهم تقريبا بتتعمل في الصين. صح. فالجدوى من ان احنا نعمل بطاريه في مصر هي جايه، بس امتى نقول نعمل مصنع بطاريات في مصر؟ لما يبقى في مصنع بيصنع سيارات وبيعمل له كل شهر 2000 3000 عربيه، ويبقى هذا المصنع بتاع البطاريات في جنبه عميل ياخد منه هذه البطاريات علشان نخفض اكتر هذا المكون او هذا السعر بتاع المكون المستورد. كلام زي الفل. وانا بوعد حضرتك، ودي الخطه بتاعتنا ان شاء الله، ان حتى البطاريات اذا ربنا اراد في خلال 3 سنين ممكن يكون عندنا مصنع سيارات، بس زي ما بيقولوا مين يجي الاول؟ هل نعمل مصنع بطاريات وما نبيعوش لحد في مصر؟ ولا نعمل مصنع سيارات ونبيعه للشعب المصري بسعر يناسب الشعب المصري؟ وتبقى الخطوه الثانيه ان انا كمان اصنع البطاريه واوصل ل 100% تصنيع محلي. هو ده الهدف. يمكن يكون عندي سؤالين قصيرين كده على الطاير. اول سؤال هو انه احنا عندنا الضخ الاستثماري اللازم، يعني هل في جهه او جهات هتقوم بعمليه ضخ الاستثمار في المصنع ده ولا لسه؟ الحقيقه يعني خبر انا مش يعني مش عايز اعلنه دلوقتي، ولكن في جهات من الدوله هتساهم في هذا المشروع. حلو.
وخليني في خلال ايام قريبه قوي اقول لك مين هذه الجهات، ودي جهات يعني جهات دوله، بالاضافه طبعا الى قطاع خاص هيحط استثمارات معقوله في المشروع ان شاء الله. مش عاوزين مساهم بربع في الميه او حاجه، او زيرو على 1 من 100%؟ يعني انا مستعد احط تحويشه العمر، والله مش كبيره بس يعني انا هبقى حابب اولا ان اساهم في حاجه زي كده، واكيد هتكسب، فبقى مره في حياتي عملت استثمار كسبان. احنا الحقيقه المشروع دوت حلم احنا بنحلمه من الستينات، وده خلينا نقول ان هو مشروع مش بتاع شركه، ده بتاع دوله. صح. قد يكون هذا المشروع في المرحله ديت بيقوم بجزء كبير جدا منه القطاع الخاص، ولكن اتوقع ان مفيش حد في الشعب المصري ما يتمناش ان يبقى في عربيه بجوده مرتفعه وسعر مناسب موجوده في الشعب المصري، ويساهم حتى لو بأمنية لطيفه. دي هتبقى في السؤال بقى الاخير، دي عربيه صغيره يعني ممكن تتسع لراكبين او ثلاثه مش كده؟ لا، ما هيش عربيه عائليه. لا الحقيقه العربيه برضو انا عايز اقول لحضرتك هي المرحله الاولى ان احنا ننتج هذه العربيه للاستخدام داخل المدينه، تتسع لاربع اشخاص. حلو. واربع اشخاص حجمهم عادي، مش عايز اقول لك رفيعين يعني، بالعكس حجمهم عادي جدا، حاجه قطعيتي كده. طبعا يعني حضرتك برضه من سمباتيك جدا قوي. انما المرحله الجايه وببشر حضرتك ان هيكون في خلال سنتين من بدايه الانتاج او اقل من ذلك سياره سرعتها 140 كيلومتر في الساعه والمدى بتاعها 400 كيلومتر. اللي احنا عايزين نشتغل عليها بعد 6 اشهر تكون ان شاء الله يا رب تخرج للنور، هيبقى مدى كام كيلومتر وسرعه قصوى كام كيلومتر؟ مره ثانيه لان احنا بنترجت سعر رخيص واستخدام داخل المدينه. حلو. فاحنا هنطلع نسختين، النسخه الاولى بتمشي 100 كيلومتر، و100 كيلومتر ده الواحد بيروح بيها الشغل او بيروح بيها الجامعه طبعا يوميا، ممكن تقضيه يومين ثلاثه من غير ما يشحنها. صحيح. النسخة الثانية هتكون 200 كيلومتر للي عنده ان هي يتحرك اكتر من مشوار واحد، فهيبقى في نسختين، النسخة الاولى اللي هي سعرها بيبدا ب 95,000 جنيه، النسخة الثانية قد تكون اعلى من كده حاجة بسيطة. ولكن برضو الحاجة اللطيفة اللي محتاج اقولها ان السيارة الكهرباء كمية الصيانة الموجودة فيها لا تقارن بالسيارات البنزين طبعا نهائي، عمر البطارية ممكن يتعدى 10 سنين، وبالتالي انت بتحط استثمارات في خلينا نقول في لايف تايم برودكت، حاجه تعيش بيها العمر كله الى حد ما يعني. طبعا الله ينور يا دكتور، مكالمتك اسعدتني كم سعاده، وده حقيقي ما فيهاش اي مجامله، انا مش عارف اشكرك ازاي وكل الفريق اللي بيشتغل على هذا المشروع القومي شديد الاهميه. كل الشكر ليك يا دكتور محمد، كل الشكر لدكتور محمد الغمري عميد البحوث التطبيقيه بالاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.